ايه الاستعدادات بقى ان احنا نوصل لمرحلة زي دي، او زي ما انت قلتي مركز زي ده بسرعة او بطفرة؟ فجأة لقينا ان الكاراتيه عامل شغل عالي جدا، بقى بياخد ميداليات زي ما انت قلتي. احنا عندنا 8 ميداليات متقسمة، 3 ذهب و2 فضة و3 برونز. يعني ايه اللي حصل عشان خاطر ايه اكتر حاجة او اكتر يعني دعم خدتوه ان انتوا توصلوا لحاجة زي دي؟ بصي، هو اولا طبعا دعم الوزاره يعني من الوزير دكتور اشرف دعم كبير جدا اخر فتره بالذات، علشان لما الكاراتيه دخل الاولمبياد الدعم زاد. غير كده الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسه كابتن محمد حرص الدهراوي، طبعا هو من اسباب كبيره ان احنا نوصل للليفل ده، لان هم بيوفروا للكباتن الكويسين المعسكرات التمرينات، يعني كل حاجه اللاعب محتاجها هم بيوفروها علشان يقدر اللاعب ان هو يكون في الطقوس اللي حواليه تقدر تخليه يبقى قد المشوار ده او تقدر توديه للعالميه يعني. طيب انت ذكرتي زمايلك عشان برضو ما انساش حد، يعني عندنا احلام حمدي، يوسف عماد حصدوا الذهبيه، منى شعبان في حصد الفضيه، كمان عبد الله ممدوح فضيه، 3 برونزيه زي ما احنا قلنا، محمد الصاوي وياسمين نصر علي وعندنا يعني في ميداليات كتيره جدا، ومعانا كمان صور اهي لزمايلك. هل بقى كنت تتوقعي النجاح ده منك؟ اكيد متواصله مع اصدقائك، اكيد عارفه نفسياتهم عامله ازاي، شغالين على ايه، هل تتوقعي النجاح ده؟ بصي، هو انا في اخر فتره دي انا كنت اوريدي معاهم في المنتخب، في الناس اللي كانوا قبل السفر بشهر بالظبط في التمرين يعني، وكنت معاهم هناك في دبي. هم اللعيبه نفسيا كانوا يعني كانوا مؤهلين ان هم يوصلوا لده، كانوا واثقين في نفسهم جدا، ودي طبعا بترجع من الكباتن والاتحاد، هو واثق فيهم ومديهم الثقه ان هم برغم ان كلهم سنهم صغير وكانوا من اصغر الناس في البطوله، ولكن هم يعني قد المسؤوليه. في الناس اللي جابوا ذهب والناس اللي جابوا فضه كانوا خلاص ما بينهم ما بين الذهب حاجات بسيطه يعني، مش خسروا خساره، لا بالعكس، فهم كلهم يعني عملوا اللي عليهم وزياده، وحتى الناس اللي خسروا ما ربنا ما وفقهمش كان ما برضو ما بينهم ما بين ميداليه حاجات بسيطه جدا. بس طبعا احنا في البطولات اللي زي دي بيبقى في سياسه انه ما ينفعش ان ناخد كل الميداليات، فعلشان كده لازم حد يتاثر بالموضوع ده ان احنا وصلنا لعدد ميداليات كبيره.